اهلا يا اخي اهلا، مين انت؟ انا يا اخو سمعه جيتكم عشان افحص لكم الكهرباء. تفضل يا اخي يا اخي، الله يخليك. تيجي دقيقه بتطفي دقيقه، مش معقول. ولا همك عمي ولا همك. دقيقه بس، وين العداد؟ ايوه ابعد شوي هيك شوي. ايوه ايه والله انك مش قليل. شو مسوي هذا عمي؟ ايش يا اخي ايش مسوي؟ والله ما مش عامل شيء عمي. بدي اقول لك شغله، انا كشفت الموضوع وبديش اكبره وبديش افضحك. ايش يا اخي شو مالك؟ عمي اللي بده يسرق كهرباء بسرقش من الإشارة الضوئية. جير طلع عليك انك لا تكسي يعني، خلص خذهن الله يسعدك. بقول لك مستحيل. شو انت بدك تفصلني من الشغل؟ هذا اللي بدك تعمله مخالف للتعليمات يا زلمة. جير طلع عليك ترد علي، الشهر اللي فات ما اخذته مني ولا اشي، والشهر هذا معين تاخذه. الله يجزاك، انا خجلتونا والله يا زلمة اني خجلان. يا اخي شركة الكهرباء قالولنا ما تاخدوش من اي مواطن اي فلس، بعدين ليش ناخد؟ احنا شركة الكهرباء الحمد لله امورنا ماشي وعالي العال. ولا اقولك حجي تعال شوي. ويش خيو؟ اسمع، هذا الكيس بتاخده للاولاد، هذا فيه شوية لمبات، شوية فيش، شوية فيوزات، شوية علب كهرباء، شايف يا اخي؟ وفيه معدات كمان وشوية نيونات للاولاد هيك يعني. جير طلع عليك، لا تحق حضري، ما باخذهم. هذا حقك يا اخي. ايش ما بتاخذهم، هذا حقك، هذا من شركه الكهرباء لكل مشترك، شايف؟ تسلم خيو تسلم، الله يوفقكم والله يجيدكم. يعني والله الوعد مو عارف كيف يشكركم. والله حبيبي انت يا اصحى يا غنايم. اسمع، هاي الفاتوره اذا بتدفعهاش من هون لعشرين يوم بقطعها عن هالخلقه.